السلام عليكم طلاب كالكولوس 2. اليوم محاضرتنا عن derivatives of inverse functions, derivatives and integrals involving exponential functions. الآن تذكير بالأول, if f is an increasing function on an interval I, then f is 1 to 1. Also, if f is decreasing on the interval I, then f is 1 to 1. كمان نقطة, f circle f inverse of x, the composition equals x for any x in domain f inverse, and f inverse circle f of x for equals x for any x in domain f. الآن خلينا نشتق هاي العلاقة, f بعد f inverse لل x تساوي x, عشان نوصل لقانون. يعني اشتق هذه الطرفين بالنسبة ل x, مشتقة الطرف الأول تساوي مشتقة ال x واحد. الآن مشتقة الكومبوزيشن حسب قانون السلسلة تساوي f prime ل f inverse ال x في مشتقة ال f inverse عند ال x يساوي واحد, وبالتالي مشتقة ال f inverse عند ال x تساوي واحد على f prime ل f inverse ال x. فهذا قانون ممكن منه نوجد ال f inverse مشتقتها كم إذا تعذر علينا إيجاد ال inverse في بعض الحالات. الآن ممكن كمان نوجد المشتقة لل inverse بطريقة أخرى. نعرف إنه y لو كانت تساوي f inverse ال x, هذا يعطي أو يكافئ حتى f ال y تساوي x. يشتق ضمني, يشتق ضمني بالنسبة ل x هاي العلاقة, f prime لل y ضرب dy على dx تساوي واحد. إذن dy على dx تساوي واحد على f ال y. خلينا نشوف مثال. given that f of x equaled x to the power 5 plus x plus 1, show that f is 1 to 1 on R. Find f inverse of 35. 3. Find the derivative of the inverse at 35. لأن أولا عشان نبين 1 to 1, لو أثبتنا أنه متزايد أو متناقص على R فهو 1 to 1. And f prime x لما نشتق الاقتران f بعطينا 5 yes 5 x to the power 4 plus 1 plus 0. يعني f prime of x equals 5 x to the power 4 plus 1 for any x in R. وهذه طبعا دائما موجبة, يعني هذه f prime greater than 0 for any x in R. Hence f is increasing on R. هاي ليش موجبة؟ x قوة 4 دائما موجبة في 5 زائد 1. إذا f is increasing on R, so f is 1 to 1 on R. فأثبتنا إنه f 1 to 1 معناته إله inverse. لاحظ لو بدي أوجد الانفرس بالطريقة اللي عرفناها, نحط y تساوي x قوة 5 زائد x زائد 1, معقد إيجاد الانفرس, يعني صعب إني أوجد علاقة للانفرس. الآن هون مطلوب إنك تحسب f inverse 35 عند كم تساوي. لو فرضنا f inverse 35 تساوي عدد ما a, معناته f ال a تساوي 35. الآن f ال a يعني a قوة 5 من التعويض بالf, زائد a زائد 1 تساوي 35, منها a قوة 5 زائد a تساوي 32. الآن by inspection نتخمن شو الحل. 2 أس 5 32, و 2 تعطينا 34. سوري هذه 34, يعني هون 1 ننقله بتصير 34. إذن فعلا 2 قوة 5 زائد 2, 32 زائد 2 تعطينا 34. إذن A تساوي 2, ف F inverse 2 هي اللي بتساوي 35. نو إذن F inverse الـ 35
تساوي 2. هاي أوجدنا F inverse 35. المطلوب الثالث بده المشتقة للإنفرس F inverse عند 35. حسب القانون اللي استنتجناه الآن اللي هو هذا القانون، F inverse prime للX هي 1 على F prime لF inverse الX. فالآن نطبق القانون، F inverse prime لل 35 هي 1 على F prime لF inverse ال 35. الآن F inverse ال 35 من الفرع السابق بتساوي 2، فصارت 1 على F prime لـ2. طيب F prime لـ2 نعوض في المشتقة اللي أوجدناها، 5X قوى 4 زائد 1، فنعوض فيها 5 في 2 للأس 4 زائد 1، 8 في 5 8 16 في 5 80 و1 81، فالجواب 1 على 81. الآن السؤال بعد، using the fact إن معلومة من المحاضرة السابقة إنه y تساوي log with base a of x مشتقتها dy dx 1 over x في ln الأساس في ln a. الآن من هاي العلاقة اللي حكيناها الآن مطلوب منا نبين show that if y equal a to the power x و a أكبر من 0 a لا تساوي 1 then dy by dx تساوي a to the power x ln a. يعني من القانون، قانون مشتقة اللوج، مطلوب إن نستنتج مشتقة الـ a قوة x الـ exponential اللي هو inverse لللوج بيساوي a to the power x في ln الـ a. الآن عندي y تساوي a to the power x، يمكننا نحكي log y with base a طبعا تساوي x، differentiate with respect to x implicitly، نشتق العلاقة هذه بالنسبة ل x ضمنيا. مشتقة اللوج من المحاضرة الماضية 1 على y ln الـ a، طبعا لأني بشتق بالنسبة ل x dy by dx تساوي كم؟ 1. إذن dy على dx تساوي y في ln الـ a ضرب تبادلي. إذن dy على dx بدال y نحط قيمة y اللي في البداية، y تساوي a to the power x. إذن dy by dx equals a to the power x في ln الـ a. فهيك استنتجنا قانون لمشتقة الـ exponential function لأي عدد مرفوع لـ x، مشتقته بتكون نفسه في ln الأساس. الآن نستنتج أو نبسط القوانين، نلخص القوانين المتعلقة باشتقاق الاقترانات الأسية. ف differentiation rules of exponential functions، يعني هاي نلخصه في جميع القوانين، جميع القوانين المتعلقة باشتقاق الاقترانات الأسية. y تساوي e to the power x مشتقتها e to the power x في ln الـ e، ln الـ e ما فيش داعي لها. y تساوي e to the power g of x dy by dx حسب السلسلة، طبعا بإمكاننا نعمم واحد لهاي العلاقة، تصير g prime ال x في e to the power g of x. الآن y تساوي a to the power x مشتقتها dy by dx a to the power x في ln ال a، ونعمم القانون الثاني بالسلسلة، فصار y تساوي a to the power gx dy على dx مشتق الأس في نفس الاقتران في ln الأساس. إذن باختصار هذه القاعدة بتشملهم كلهم. لو كان عندي اقتران من الاقترانات الأسية طريقة اشتقاقه مشتقته هي نفسه في مشتقة الأس في لن الأساس، إذا الأساس إيه هاي بتختفي. الآن نأخذ أمثلة examples. find dy by dx y equal 2 to the power 2x at x equal ln 3. الآن السؤال الثاني، y equals exponential of x cube plus x squared. exp حكينا معناتها e للقوة x تكعيب زائد x تربيع. y equals x في e to the power minus x. the fourth one، e to the power x times sin x plus cosine of e to the power x squared. الأول y تساوي e to the power 2x dy by dx نفس الاقتران في مشتقة القوة أو الأس.
الآن دي واي على دي اكس مطلوب لما اكس تساوي عدد معين اللي هو لن الثلاثة، بنحط محل اكس قيمتها فبتصير 2 اي تو ذا باور 2 محل اكس لن الثلاثة، لأن الثلاثة مضروبة في 2، 2 بتدخل جوا بصير 3 تربيع يعني 9، صارت 2 في اي قوة لن 9، الاي مع اللن بروحه بضل 9 ضرب 2 18. الآن السؤال الثاني، y تساوي exponential x cube plus x squared that implies هاي كأنها e كمان مرة للأس x تكعيب زائد x تربيع، مشتقة الأس 3x تربيع زائد 2x في الإكسبوننشال نفسه إكسبوننشال x تكعيب زائد x تربيع. الآن y equal x e to the power minus x في عندي ضرب، فبدنا نستخدم البرودكت رول، فدي y على دي x بدك تحكي الأول x في مشتقة الثاني نفسه في مشتقة الأس سالب 1 زائد الثاني e قوة minus x في مشتقة الأول اللي هي x 1. الآن ترتيب بتصير minus x e to the power minus x plus e to the power negative x، لأن e to the power negative x ممكن أخذها عامل مشترك، فبصفي minus x plus 1 مضروبة في e to the power minus x. The next one y equals exponential x sine x plus cosine of e to the power x squared. هون الحد الأول هو product، قاعدة the product rule لنستخدم الأول e to the power x sin x اشتقاقها cosin x زائد الثاني sin x في مشتقة e to the power x نفسها في واحد يعني نفسها. الآن مشتقة الكوسين هي minus sin الزاوية نفسها في اشتقاق الزاوية خارج السين، مشتقة الزاوية، الزاوية عبارة عن exponential function، نشتقها مشتقتها 2x مشتقة الأس في نفس الـ e قوة x تربيع. الآن ممكن نأخذ من أول حدين عامل مشترك e to the power x بيفضل عنا cosine x plus sine x بين أقواس minus 2x e to the power x squared sine of e to the power x squared. Another example, find dy by dx. 1 y equals 5 to the power x plus 7 في sin 7 raised to the power sin x. 2 y equals secant of 7 raised to the power x cubed. Y equals log with base 4 of 2 to the power x plus 3 to the power negative x. الآن الأول dy by dx نشتق الأول، معطينا نفسه في واحد في لنا الخمسة، خمسة أس إكس لنا الخمسة، الثاني نفسه سبعة كوساين إكس في مشتقة الساين يصير كوساين إكس لن سبعة، الثاني واي تساوي سيكنت في سبعة، سيكنت له سبعة قوة إكس تكعيب، نشتق الأس والسيكنت مشتقتها سيكنت تان، مشتقة الأس سبعة قوة إكس تكعيب هي 3x تربيع، 3x تربيع 7 قوة x تكعيب مضروبة في لن السبعة في سيكنت 7 قوة x تكعيب في تان 7 قوة x تكعيب، يعني الزاوية تبقى نفسها بس هون انتبهوا x تربيع. الآن السؤال بعده y تساوي log with base 4 of 2 to the power x plus 3 to the power minus x. كيف نشتق اللوج؟ نشتق ما داخل اللوج على نفس اللي داخل اللوج في لن الأساس قانون المحاضرة الماضية. فالآن مشتقة اللي داخل القوة اللوغاريتم هي 2 أس x في لن 2، مشتقة 3 أس ناقص x سالب 1 هي سالب 3 أس ناقص x مضروبة في لن الثلاثة، فهذا البسط هو مشتقة ما داخل اللوج على نفس ما داخل اللوج في لن الأساس اللي موجود للوج يعني في لن 4، فهذا هو الاشتقاق. سؤال الثاني، find dy by dx when y equal pi to the power x plus x to the power pi. 2 y تساوي x to the power x where x greater than 0.
The third one, y equals x to the power x plus sine x, where x greater than 0. Now, the first question, the first part, we have y equals pi to the power x plus x to the power pi. الآن dy by dx الأول هو exponential function. الاقترانات الأسية كيف شكلها شباب؟ أساس ثابت، الأس متغير. إذا الأساس ثابت والأس متغير هذه exponential function. إذا الأساس متغير والأس ثابت هاي اقتران جبري من الاقترانات العادية زي x تكعيب، x قوة 4، x قوة 5، x قوة عدد. الآن باي قوة x هذه exponential function، فمنشتقها على طريقة exponential functions، مشتقتها نفسها في مشتقة الأس في لن الأساس، زائد هذه x قوة عدد، بنزل العدد في x قوة باي minus 1. الآن y تساوي x to the power x، هذه ليست exponential function لأنه الأساس متغير وكذلك الأس، وليست اقتران جبري بسيط. فإذا نحلها بطريقة مختلفة، الأساسات والأس، الأساس والأس متغير، ما عندي قانون، فلازم نتخلص من هذا الوضع. واحدة من الطرق إنه ندخل اللين على الطرفين، أو نحط إي مع لين مع بعض زي ما راح نشوف في المثال اللاحق. الآن y تساوي x قوة x، دخلنا اللين على الطرفين، لين y بتساوي لين x to the power x. الآن x هاي بتطلع لبرا، يصير لين y تساوي x في لين x. الآن نشتق العلاقة هاي ضمني، واحد على y دي واي على دي اكس، هون حاصل ضرب اقترانين، الاول اكس في مشتقة اللين واحد على اكس، زائد الثاني لين اكس في مشتقة الاول واحد، الاكس بتختصر مع الاكس بتصفي واحد زائد لين اكس، نضرب الطرفين بواي، تصير دي واي على دي اكس تساوي واي في واحد زائد لين اكس. ما هي واي؟ بنرجع منعوض محل واي قيمتها اللي هي اكس to the power x. إذن dy تساوي x to the power x في 1 زائد ln x. الآن مسألة الثالثة، y تساوي x to the power x plus sin x. هون ما بإمكاني أدخل اللين على طول لأنه اللين ما بتوزع على الجمع. كيف ممكن أتصرف؟ ممكن أنقل الساين عند ال y وبعدين أدخل اللين، بصير هذا الحد لوحده، فبإمكاني أطلع ال x برا. أو نتصرف بطريقة ثانية، نعرف أنه اي قوة لن اي مقدار بيساوي المقدار نفسه، يعني شو ما يكون عند المقدار اي قوة لن المقدار بضل نفس المقدار. فالان انا عندي اكس قوة اكس مش عارف اشتقها، فالان بحط اي ولن مع بعض، اي للقوة لن نفس المقدار، كأنه هدول بيلغوا بعض بيرجع نفسه. الان شو استفدنا؟ الاكس هاي بامكاني اطلعها لبرا، صار عندي y تساوي e قوة x لين x، فخلصنا من وضع أساس متغير وأس متغير في نفس الوقت، فصار عندي ثابت أس اقتران عادي، حاصل ضرب اقترانين sin x. فإذا dy على dx بنحكي نشتق الأس اللي هو حاصل ضرب اقترانين، الأول في مشتقة اللين هي 1 على x، زائد اللين في مشتقة x 1، فهذا كله اشتقاق الأس، تنزل هذه نفسها، زائد مشتقة الحد الثاني كوساين x. طبعا هذا العمل بإمكاننا نعمله في السؤال السابق. الآن dy على dx تساوي هون اختصار 1 زائد لين x، الx رجعناها زي ما كانت، تصير e قوة لين x للأس x بلغوا بعض، صفي x قوة x وهون كوساين x، يعني صار عندنا 1 زائد لين x dy على dx تساوي 1 زائد لين x، وهذا المقدار صار x للأس x زائد كوساين x. That's it. فهيك احنا حلينا المشتقة بطريقة معينة. الآن سؤال آخر، given that y equals e to the power ax satisfies، إذا كان هذا الفونكشن satisfies the differential equation y double prime plus 3y prime minus 10y equals 0. إذا كان هذا الاقتران يحقق هذه المعادلة التفاضلية، find all the possible values of A، فجد جميع قيم A التي تحقق هذه المعادلة. الآن y تساوي e قوة ax، نشتق
بيطلع a في e to the power x مشتقة ثانية a squared في e to the power ax. الآن substitute in the differential equation. Substitute in the differential equation منعوض في المعادلة التفاضلية. محل المشتقة الثانية قيمتها، محل المشتقة الأولى قيمتها، محل y قيمته في المعادلة. المشتقة الثانية هي a squared في e to the power ax زائد 3 في e to the power ax ناقص 10 في e to the power ax equal 0. لو قسمنا على e to the power ax اللي هي كمية غير سالبة ولا صفر، لا يمكن تكون صفر، فقسم عليها جميع الحدود فبصير عندي a squared plus 3a minus 10 equal 0. الآن صار معادلة تربيعية، حل المعادلة التربيعية تحليلها a minus 2 في a plus 5 equal 0 then a either 2 or a equals negative 5.